ومن شانزليزيه في العاصمة الفرنسية باريس ينضم إلينا أحمد كيلاني مراسل الغد. أحمد، يعني هل من استجابة لدعوة الرئيس الفرنسي بالنقاش الكبير أم أن الدعوة للاحتجاجات أقوى؟ يبدو أن الدعوة للاحتجاجات أكبر اليوم. هناك تظاهرات خرجت أمام مستشفى معاقيل حرب في الدائرة السابعة في باريس، وهناك أيضا مقر وزارة الخارجية. أكبر التظاهرات اليوم في باريس تجري هناك في تلك المنطقة. تظاهرات اليوم مخصصة حسب صفحات السترات الصفراء على مواقع التواصل الاجتماعي، مخصصة لتكريم ضحايا التظاهرات التي بدأت منذ 17 من شهر نوفمبر. النشطاء السترات الصفراء دعوا عدد من النشطاء لحمل صور الضحايا، سواء من قتلوا أو من أصيبوا. اليوم مخصص لتكريم هؤلاء الأشخاص. هناك اتهامات كبيرة توجه إلى الحكومة الفرنسية وإلى قوات الشرطة باستخدام العنف المفرط تجاه المتظاهرين. أيضا خرجت تظاهرة صباح اليوم في ساحة الجمهورية، تظاهرة مخصصة للصحفيين. هناك عدد من الصحفيين نددوا بأعمال العنف التي تقوم بها قوات الشرطة، وطالبوا بحرية الحصول على المعلومات. وهذه التظاهرة جرت برعاية منظمة مراسلون بلا حدود في ساحة الجمهورية في باريس. نعم، طيب فيما يتعلق بالأعداد سواء التي خرجت حتى الآن أم المتوقع خروجها، هل الأعداد أكثر من الأسابيع الماضية؟ يبدو من المبكر الآن الحديث عن الأعداد. هناك تجمع كبير أمام مستشفى معاقيل حرب، ولكن يبدو من المبكر الآن الحديث عن الأعداد، لأن الساعة الآن ما زالت 12 بتوقيت فرنسا الآن. ولكن يجدر الإشارة هنا إلى الإجراءات الأمنية المكثفة من قبل الشرطة الفرنسية. هناك نحو 80,000 عنصر أمن ينتشرون في جميع أنحاء فرنسا. هذا الرقم نفسه الرقم الذي تم نشر نفسه العدد الذي تم نشره الأسبوع الماضي. وهناك أيضا 5,000 عنصر أمن في باريس وحدها فقط. هناك مخاوف كبيرة من تجدد أعمال عنف أو أعمال تخريب، ولكن يجدر الإشارة إلى أن الأسبوع الماضي لم تحدث أي أعمال تخريب أو تكسير في خلال التظاهرات. طيب ماذا عن المقارنة أيضا بين المدن الفرنسية؟ هل تظل باريس هي الأكثر عددا بالنسبة لعدد المحتجين؟ بشكل عام نعم، باريس تظل الأكثر عددا، ولكن هناك تظاهرات، من المتوقع خروج تظاهرات كبيرة في بوردو وفي مارسيليا وفي تولوز وفي ستراسبورغ أيضا، ولكن الأنظار تتجه بطبيعة الحال إلى العاصمة باريس كونها هي العاصمة وكون التظاهرات الأكبر تجري في هذه العاصمة. إذن من شانزليزيه في باريس أحمد كيلاني مراسل الغد، شكرا لك.